بكم إلى هذا الخبر الرائع. وبعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، نشرت وزارة الصحة عبر حسابها في تويتر فيديو مع عبارة نحمد الله جات على ما تمنى. خلونا نتابع هذا الفيديو الرائع مع بعض. شكرا جليلة بالعطا لما العطي طيب جروح، وانتو عطا حد السماء اسمع على السيرة يفوح. نحمد الله لولاكم ما نورت ليلي نعيد، ما تمت اللمة لنا بعد ما كنا من اي أيوة والله نحمد الله والغمه انزاحت عنا. مين كان يصدق؟ كنا نستنى هذه اللحظه من 3 سنين، من بدايه 2020، احنا اليوم في 2022، يعني تقريبا سنتين. كنا نقول متى يجي هذا اليوم ومتى تيجي هذه اللحظه. صراحه الفيديو انا مره عجبني، وفي كده الامل والفرح والسرور والبنوتات اللي اصواتهم جميله صراحه. فهذا كله بجهد اكيد حكومه خادم الحرمين الشريفين والارشادات والتوجيهات اللي احنا اتبعناها بحذر، واكيد الكوادر الصحيه في وزارة الصحة لهم كل التقدير وكل الشكر، اللي أفنى حياته واللي قدم حياته واللي قدم كل ما هو عنده عشان نتخطى هذه الجائحة. الله يرحم اللي أتوفوا، وشكرا لكل اللي قدم واللي قدر يقدم بأي شيء، سواء في وزارة الصحة، في رجال الأمن وغيره، إنهم يقفوا هذه الوقفة لمواجهة هذه الأزمة. خلينا وأكيد يعني الآخر. زي ما ذكرت يا ريم، يعني ما شاء الله عليك ذكرت كل القطاعات اللي قامت بدورها وأكثر. يعني كمان من الواجب أنه نشكر الشعب اللي كان متعاون بالزبط. وطبعا التزم بهذه الإجراءات والاحترازات الوقائية وغيرها. يعني أنا ما أنسى يوم ما أعلنت على التلفزيون أنه إحنا الآن في فترة جائحة، ما كان في فترة وباء، وكنت كل شهر أنتظر متى يجي الوقت اللي أعلن فيه نهاية الوباء. وسبحان الله يعني من أمس يعني أنا اللي أعلنت الخبر، فانبسطت يعني حسيت أنه هو يعني الحمد لله. فترة وعدت. وزي ما ذكرت يعني الطاقم الطبي، القطاع الصحي، يديهم ألف عافية على الجهود اللي قاموا بيها، والحمد لله يعني عدت بسلام وكانت الأمور مستقرة، والحين إحنا في أحسن حال. الحمد لله. وفي خبر